طبعا بطولة عالم وفيها الناس التقيلة في الرياضة، وفكرة ان انت تحصلي في وسط يعني في خضم يعني هذا الكم من ابطال العالم في الرياضه، يمكن ما كناش احنا لينا فيها السبق قوي او ما كناش من الرواد قوي فيها، لكن تحصلي على 3 ميداليات ذهب، بسم الله ما شاء الله، اكيد القصه دي يعني ليها خلفيه. عايزين نعرف منك باختصار خلفيه مشاركتك وفوزك بالميداليات دي. قبل اي حاجه، وطبعا بشكر كابتن سماح الشاذلي ان هو كان دايما داعم لينا كلنا في فتره المعسكر وقبل المعسكر كمان. احنا الموضوع ما كانش سهل او بسيط، لان احنا كنا في معسكر مغلق شهرين، تمرين صبح وظهر وبالليل، وبيبقى فيه طبعا الفتنس، وكان فيه متابعه تغذيه، وطبعا زي ما الكابتن قال المتابعه النفسيه دي كانت اهم حاجه عشان نبقى نتمرن كويس. قبل كده برضو انا كنت ثانويه عامه، فانا كنت بتمرن طول السنه في ثانويه عامه، ما كنتش بوقف برضو، كان صبح وليل ومع الدروس. الموضوع كان توزيني بين الاثنين بالظبط، الموضوع كان صعب جدا، ما كانش سهل خالص اكيد، بس طبعا بتوفيق ربنا وان احنا كنا متاكدين ان احنا هنروح ونجيب الميداليات دي، وكان عندنا امل ان احنا نحقق الحاجات دي. بس الحمد لله ربنا هو بيدي كل واحد على قد تعبه ومجهوده. بس الموضوع يعني كان صعب، بس ان احنا نشارك في بطولة زي دي كانت حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي. والسباقات برضو كانت المنافسة فيها كانت شديدة جدا، بس طبعا توفيق ربنا هو مش بيضيع تعب حد ابدا، والموضوع يعني في الاخر بيبقى جميل. يعني ملك، اكيد الاتحاد ساعد، واكيد انتوا عملتوا معسكر، واكيد المنتخب كله كان بيستعد، بس انت كملك استعديتي ازاي نفسيا كمان؟ مين اللي كان دايما بيدعمك من اهلك؟ مين دايما اللي كان يعني، اكيد كلنا بنتعب في وقت من الاوقات، حتى حضرتك كابتن محمود هتحكي لنا عن بعض القصص، اكيد حابين نسمع، لان اكيد في فتره يقول لك انا تعبت، انا مضغوط، الحاجات دي كلها اكيد الابطال بيمروا بيها. فملك، مين اللي كان دايما بيحفزك؟ مين اللي كان دايما بيخليكي مستعده؟ هو طبعا كابتن سامح كان معانا في كل حاجه في التمرين، هو شخصيه محترمه جدا، انا مش بجامل والله، يعني انت فاكر طبعا يا كريم لو اتكلمنا عن البي واتش واتكلمنا عن الرقص. هو كابتن